السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. نلتقي اليوم لمتابعة دروسنا التي نقدمها لكم عن بعد بعدما أن كنا في عطلة العيد. وهنا أبارك لكم العيد وأقول لكم عيدكم مبارك سعيد بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. درسنا اليوم خاص بالتطبيقات الكتابية، وقبل أن نقوم بإنجاز التطبيقات الكتابية سوف نقوم بالتذكير بالظواهر اللغوية التي سبق وأن تعرفنا عليها في هذا الأسبوع. إذن تعرفنا على الضمائر، والضمائر التي رأيناها هي ضمير المخاطب وضمير الغائب. ضمير المخاطب تعرفنا على أنت، أنت للمفرد، أنتما وأنتما للمثنى، أنتم وأنتن للجمع، أنت للمذكر، أنت للمؤنث، أنتما للمثنى المؤنث، أنتما للمثنى المذكر، أنتم لجمع المذكر، وأنتن لجمع المؤنث. كما تعرفنا على ضمير الغائب، هو، هي، هما، هما، هم، هن. هو، هي مفرد، هما، هما مثنى، هم، هن جمع. هو للمذكر، هي للمؤنث. هما لمثنى مؤنث، هما لمثنى المذكر، هم لجمع المذكر، وهن لجمع المؤنث. إذن لنلاحظ هنا هذه الأمثلة أعزائي التلاميذ، لدينا هنا ضمائر المخاطبة مع الفعل وصل. أنت وصلت، أنت وصلتي، أنتما وصلتما، أنتما وصلتما. كما تلاحظون هنا أنتما بالمثنى المؤنث المذكر لا يتغير. أنتم وصلتم، أنتن وصلتن. مع ضمير الغائب نصرف هنا فعل سافر. هو سافر، هي سافرت، هما سافرا، هما سافرتا، هم سافروا، هن سافرنا. إذن أعزائي التلاميذ كان هذا تذكير بسيط بالضمائر. ننتقل الآن إلى أدوات الاستفهام. الأدوات التي تعرفنا عليها هي ما، ماذا، من، كيف، أين، متى، وكم. لاحظوا هذه الأمثلة. متى استيقظت؟ أين وجدت الحافلة؟ كم يوما قضيت في المخيم؟ إذن هنا لدينا هذه أمثلة عبارة عن أسئلة، وضفنا فيها أدوات الاستفهام، وفي نهاية الجملة نضع علامة الاستفهام. إذن أعزائي التلاميذ بعد هذا التذكير البسيط سوف ننتقل لإنجاز التطبيقات الكتابية. نأخذ دفاتر التطبيقات الكتابية، نكتب التاريخ الذي سبق وأن رأيناه، نكتب هذا التاريخ كاملا، الثلاثاء 3 شوال 1441 هجرية الموافق ل 26 ماي 2020. في الوسط نكتب التطبيقات الكتابية. بعد ذلك نبدأ بالإنجاز مع التركيز أثناء الإجابة. إذن السؤال الأول، أحول بحسب الضمائر. هنا لدينا جدول، سوف نقوم بتسطير الجدول بالمسطرة وحسب
قلم الرصاص لدينا هنا الأزمنة ماض مضارع أمر، لدينا هنا الضمائر أنا أنت أنت أنتما أنتم وأنتن، لدينا هنا الأفعال أنا بعت، إذا لدينا هذا فعل باع سنصرفه مع باقي الضمائر. في المضارع أشم فعل شم، في المضارع سنصرفه مع باقي الضمائر. نظف فعل نظف، في الأمر سنصرفه مع باقي الضمائر. ننتقل إلى السؤال الثاني، أكتب سؤالين يبدأان بما يأتي، كيف ومتى؟ السؤال الثالث، أكمل الجمل بأفعال الجدول الأول بعد أن أحولها إلى المضارع كما في المثال. لدينا هنا الجمل ولدينا هنا جدول فيه ضمائر وأفعال. لنلاحظ المثال الأول، لدينا الضمير أنتما، الفعل لعبة، أنتما تلعبان بدميتكما الجديدة. إذن سوف نقوم بتحويل هذه الأفعال إلى المضارع مع هذه الضمائر ونكمل بها هذه الجمل. هنا لدينا طعام كنا اللذيذ، إلى مراكش، تفاحة وموزة في الوقت المناسب. أفعال لدينا طبخ، سافر، أكل، وصل. ضمائر أنتن، هن، هم، ونحن. ركزوا أثناء الإجابة. السؤال الرابع، أكتب في بداية كل سؤال من أو ماذا أو أين أو ما. إذن هنا سوف نقوم بإكمال هذه الجمل بأداة استفهام مناسبة. شاهدت أثناء السفر، سافر معك إلى مراكش، قضيتم ليلتكم، نوع الأغذية التي تناولتم. إذن نضع هنا أداة استفهام مناسبة. أذكركم أعزائي التلاميذ، السؤال تكتبونه باللون الأسود جيد، وأطلب منكم أن تركزوا أثناء الإجابة وتأخذوا وقتكم الكافي، ونلتقي غدا إن شاء الله كي نقوم بالتصحيح. وإلى اللقاء صغاري.